مسامة سوء ذي سيتح كامل حيث ما يمي لا دفن أخوانا ناس شخصا حيث باع لا يا هما نقاح هذا الشوش كلا حاليا حيث ديمقراطية عيدي لا دي قاعد الإقليم الإقليم دري وش سوء دي تنافس تنافس دي النقاط تنافس الحركة الشعبية تنافس دي الموكلية وتنافس دي حيث بالعد إذا ما نازع حيث بالعد دي مسامان شو دي بحق وش الأحزاب إن أنا أحزاب مارة وزيستومين مارة توريخ لا دفن تحية غالية حالين و لأن العزبة ما رأي مربي ذاك ثمانية ثمانية أضغال انتخابات والشخصية وإيه مثلا حاليا الحملية إيه ودغا ساكينة شو ما نستيور كيست من غير الحملية على المستوى التاريخي لا سواء الفاضلي لا سواء الدركاوي لا سواء البوكيلي جيت مثلا الإقليم دريوش واسو شين تسوما ستيور وساكينة ثمانية وما نبيك المغلية إذا سامي شاف لن يتعال المستوى أنه هو الفهم يتمتق أنه جدا بحشان شخص معين يخينا فأني ذاك شخصا صادر فكرة أما الاسفكرة السياسية السراشية أنه نشين تبع السياسة من يتوقع على المستوى المحلي في الصين ديال الصراعات نعكس الصراعات اللي رانا نعصيص بالعد لا يهم من أن الحزب لا يهم الأفكار من الحزب ولكن الهدف هو أنه حزب العدو يتوه الأصوات المسامة أنه أزيس ننطاق حيت الشيء يدخل لها خمسة مان نوزاني مثلا يدخل لها خمسة مان وشو يدخل لها خمسة مان على أنه زعم جرى صغير يبالي من العاصمة الحيث في المغنية أنه شخصا يكون سايسا سيطاع الحساب نخ أسيطا كم للسرعة كبير داخلية جعل سنة الحيث سيرا عفا أتن جبع أدو جمع اسم مناظر أدو استكاشر شخص مناظر أدو يستيو خمسة واطريب وني انتقاد أدو استغل ساكين أن يهنا نكذر كندا نشينا عخشان خلافات جعراز لأن الشباب كل نورمان ومو الشباب يموذا ومغور ويس لأن نورمان ويس يموذ غير تلغى مالية ودفوذ الشي ولهذا لو بس عاد ان فوا لو بس نص فوا لو قلت كان مقدم لان بلاش فوا في الميخس بلا زلدم اي مينا زلدم خميض سوى خاطر سوى كرة ابشي جوا دوا جميل انه استحوذ ديش ولكن شو انت اخوك ليش شان تحالفات ديال خافا عنده وانصار ساكنه مين ديال صحاك انت وتجيبوا خدموا كان شخص معين مثلا ديال خافا انه نقاكم وتجيبوا ساعه خوا خصنا ان تشوفوا انا باش انا فرصه مو باش انا شي حد يتقولوا استوري كاين ماشي العجز اللي بحال فيك حد ديال خافا مانيش الاهداف تير ليا جا على سن هاك شي حاجه كان يدير لي بالنسبه ليا الشده الشباب ديال انه الشخص مثلا مشى جاي هنا حاليا الشخص تاع هيكوا حاليا الشخص يكوا اخ صراعات مين جا صراعات داخليه واش تو شاف تو شاف الانتخابات النتيجه اذا تجرى كاين غير شحال اشنا هو يا صافي تكمل الانتخابات بكوا ونحل الشعب ونتعدي الخلافة حيت ما يمش شخص يدعم وليدة الشخص لا يجي تحت بكوا إذا الصراع داني تحقيق إني قاعد جلحنا الانتخابات أنا خد من الشخص وإني قاعد نغاز برنامج كيدعم وإني يخسر كيخسر وتجي تقل في التاريخ شورا لكن شنين؟ الانتخاب السور خمار واش من نفس المصلحة؟